لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات نقل أم العقل، وعنوان حلقتنا النهاردة هتكون تكفير المذاهب الأربعة للأشاعرة. وإحنا شفنا في الحلقة اللي فاتت إن ابن حجر وافق على كلام ابن بطال إن أهل السنة بيسميهم مجسمة، لأ وكمان تأول عليهم كلام خطأ إنهم بيقولوا إن الله عينه كعين سائر الأعين. طبعا هم أثبتوا إن الله عين له عين وعينه كسائر الأعين، وأهل السنة مش بيقولوا كده. نعم أثبتوا إن الله له عين ولكن مش زي عين كل يعني ما شبههوش بالمخلوقين. وكمان سماهم الحنابلة لما اتكلم وقال إن لله صوت وحرف، ودول الحنابلة قال أثبتوا الحنابلة إن لله صوت وحرف، ودول أهل السنة اللي أثبتوا إن لله صوت وحرف. والمفاجأة إن أهل السنة عنده هم الأشاعرة. وحلقة النهاردة هنعرف رأي أهل السنة إيه في الأشاعرة، والفقهاء الأربعة قالوا إيه عليهم. وإحنا هنشوف مع بعض الشيخ محمد رسلان، وأول تسجيل هنشوفه مع بعض، تابعوني هيقول إيه. وقد نص الإمام أحمد وابن المديني على أن من خاض في شيء من علم الكلام لا يعتبر من أهل السنة، وإن أصاب بكلامه السنة حتى يدع الجدل ويسلم للنصوص فلم يشترط موافقة السنة فحسب، بل التلقي والاستمداد منها، فمن تلقى من السنة فهو من أهلها وإن أخطأ، ومن تلقى من غيرها فقد أخطأ وإن وافقها في النتيجة. والأشاعرة تلقوا واستمدوا من غير السنة ولم يوافقوها في النتائج، فكيف يكونون من أهلها؟ وهذا حكمهم عند أئمة المذاهب الأربعة من الفقهاء، فكيف بأئمة الجرح والتعديل من أصحاب الحديث؟ زي ما سمعنا كده وشفنا ان اول حاجة قال ان احمد بن حنبل وعلي المديني اتفقوا على ان من خاض من علم الكلام، يعني اول يعني مثلا ايد الله يقولوا لا دي قدرة الله، بيأولوا كل الصفات الخبرية بيأولوها، فبيقول كده من خاض من علم الكلام يعني اول يعني تأويل الكلام على غير حقيقته لا يعتبر من أهل السنة. وده اللي عملوا الأشاعرة، استمدوا من غير السنة ولم يوافقوها في النتائج. خلينا نواصل ونشوف مع بعض الشيخ محمد رسلان هيقول إيه. نشوف مع بعض. الحنفية الطحاوي وشارح عقيدته حنفيان، وقد عاصر الطحاوي الأشعرية وكتب عقيدته لبيان معتقد أبي حنيفة وأصحابه، وهي مشابهة لما في الفقه الأكبر عنه أي عن أبي حنيفة غفر الله له. وقد نقلوا عن أبي حنيفة أنه صرح بكفر من قال إن الله ليس على العرش أو توقف فيه. وتلميذه أبو يوسف كفر بشرا المريسي. والمقرر أن الأشاعرة ينفون العلو وينكرون كونه تعالى على العرش، وأصولهم مستمدة من بشر المريسي. وهنا زي ما شفنا الشيخ بيقول رأي الحنفية إيه، بيقول كده صرح بكفر من قال إن الله ليس على العرش أو حتى توقف، وقال كده تلميذ أبو حنيفة اللي هو اسمه أبو يوسف كفر المريسي. وطبعا الأشاعرة نفوا العلو وأنكروا، وإحنا هنتكلم عن كل ده بالتفصيل في الحلقات الجاية، وهنشوف مع بعض الشيخ هيقول إن الملكية قالت إيه. نشوف مع بعض. المالكية، وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم بسنده عن ابن خويز منداد أنه قال في كتاب الشهادات شرحا بقول مالك ولا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء، قال أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا، ويهدر ويؤدب على بدعته فإن تمادى عليها استتيب.
وهنا زي ما شفنا بيقول إن الملكية اعتبرت الأشاعرة إنهم من أهل البدع ولا تقبل شهادة منهم أبدا. خلينا نشوف مع بعض هيقول إيه على الشافعية. إذا من الشافعية قال أبو العباس بن سريج وقد كان معاصرا للأشعري، ولا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملاحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية، بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل. وقال أبو الحسن الكردي: لم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري، ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه، وينهون أصحابهم وأحباءهم عن الحوم حوالي. وهنا الشيخ قال إن الشافعية أو الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعرية ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه. والشافعية استنكفوا منهم وكانوا بيحذروا أتباعهم من إن هم يقربوا منهم حتى ويتكلموا معاهم. خلينا كمان نشوف الشيخ بيقول الحنابلة بيشوفوا الأشاعرة إزاي. نشوف مع بعض. أصول الفقه فضلا عن أصول الدين. الحنابلة، موقف الحنابلة من الأشاعرة أشهر من أن يذكر، فمنذ بدع الإمام أحمد ابن كلاب وأمر بهجره وهو المؤسس الحقيقي للمذهب الأشعري، لم يزل الحنابلة معهم في معركة طويلة، وحتى في أيام دولة نظام الملك التي استطالوا فيها وبعدها، كان الحنابلة يخرجون من بغداد كل واعظ يخلط قصصه بشيء من مذهب الأشاعرة. وهنا الشيخ بيقول لنا ان الحنابلة حاربوا افكار الأشاعرة وكانوا بيخرجوا اي واعظ من بغداد بيحس انه كلامه متأثر بالفكر الأشعري. خلينا كمان نسمع الشيخ هيقول لنا ايه عن الأشاعرة. ذاهب الأربعة، فما ظنك بحكمهم عند رجال الجرح والتعديل ممن يعلم ان مذهب الأشاعرة هو رد خبر الآحاد جملة، وأن في الصحيحين أحاديث موضوعة أدخلها الزنادقة، وما يعتقدونه في صفة الكلام لله جل وعلا وفي القرآن وفي الصفات إلى غير ذلك من الطوام، فالحكم الصحيح أنهم من أهل القبلة لا شك في ذلك، أما أنهم من أهل السنة فلا. وكتب الأشاعرة مملوءة بشتم وتضليل وتبديع أهل السنة والجماعة، وأحيانا بتكفيره. وأهل السنة عندهم هم الحشوية المجسمة النابتة مثبت الجهة، القائلون بأن الحوادث تحل في الله جل وعلا إلى آخر أوصافهم عندهم. ومن عجب أن الماتوريدية وهم أقرب الفرق إلى الأشاعرة وأكثرها اشتراكا معهم في الأصول يخرجون الأشاعرة من أهل السنة. أهم نقطة هنا قالها إن كتب الأشاعرة مليانة بشتم أهل السنة، وإحنا وأحيانا كمان بتكفيرهم، يعني الأشاعرة هم بيكفروا أهل السنة والجماعة. وإحنا شفنا في الحلقة اللي فاتت فتح الباري بشرح صحيح البخاري إيه، إن الأشاعرة وصفت أهل السنة إنهم مجسمة وإن الحوادث تحل في الله. خليني ألخص لكم كل المذاهب الأربعة قالت إيه عن الأشاعرة. أول حاجة إن أحمد بن حنبل وعلي المديني اتفقوا على أن من خاض من علم الكلام، يعني أول يعني تأويل الكلام على غير حقيقته، لا يعتبر من أهل السنة. ده اللي عملوه الأشاعرة، استمدوا من غير السنة ولم يوافقوها في النتائج. والحنفية صرحت بكفر من قال إن الله ليس على العرش أو حتى توقف، وتلميذ أبو حنيفة اللي هو اسمه أبو يوسف كفر المارسي. وطبعا الأشاعرة نفوا العلو وأنكروا، وإحنا ما وكمان هنشوف الملكية قالت إيه. الملكية اعتبرت إن الأشاعرة من أهل البدع ولا تقبل لهم شهادة أبدا. وبعد كده شفنا إن الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشاعرة ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه. والشافعية استنكفوا منهم وكانوا بيحذروا أتباعهم إنهم يقربوا منهم ولا حتى يتكلموا معهم. والحنابلة حاربوا أفكار الأشاعرة وكانوا بيخرجوا أي واعظ من بغداد بيحسوا إنه كلامه متأثر بالفكر الأشعري. والأشاعرة بيشوفوا كمان إن أهل السنة دول مجسمة، ودي اتكلمنا عنها بالتفصيل الحلقة اللي فاتت. تابعوني في الحلقة الجاية نستكمل مع بعض الحديث في عقيدة ابن حجر العسقلاني، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.